كيف تسير العمليات الانتخابية وكيف يختار الناخب العراقي مرشحيه في هذه الانتخابات نأخذكم في رحلة محاكاة افتراضية لكيفية التصويت في مراكز الاقتراع أولا يدخل الناخب بطاقته البيومترية في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يحوي بيانات الناخب داخل المحطة الانتخابية أي صورة الناخب رقمه اسمه بالكامل جنسه وتاريخ ميلاده تتم قراءه بيانات بطاقه الناخب ومطابقتها في قاعده البيانات المركزيه ثم يطلب من الناخب اخذ بصمته من الابهام الايمن وتخزينها في النظام قبل اعطائه ورقه الاقتراع التي يوقع الناخب عليها الى جانب اسمه في لوائح الناخبين في المركز مع بصمه الابهام بالتاكيد بعد انهاء كل هذه الخطوات تتم قراءه الباركود الموجود في ورقه الاقتراع وهو ما يسحب مسمح للناخب يسمح او يسحب الناخب بطاقته بعد التحقيق من الباركود بنجاح طبعا يتوجب أو يتوجه الناخب مباشره نحو الغرفه العازله للادلاء بصوته بكل حريه وخصوصيه ليصبح تحبير الاصبع دلاله قاطعه على ادلاء الناخب بصوته منعا لتكرار التصويت مره اخرى الخطوه التاليه تترجم بمسح ورقة الاقتراع إلكترونيا عبر جهاز العد والفرز الإلكتروني أو الماسح الضوئي. يقوم الجهاز باحتساب التصويت المدون في ورقة الاقتراع وإدخالها إلى الصندوق بعد انتهاء اليوم الانتخابي وإقفال صناديق الاقتراع ترسل نتائج المحطة إلكترونيا من جهاز العد والفرز الإلكتروني إلى جهاز الإرسال عبر الكابل ترسل عبر القمر الصناعي الى المركز الوطني لجمع وتحليل وتبويب واعلان هذه النتائج وبالتالي المزيد من التفاصيل بكل سريه وبكل خصوصيه وفي وقت قياسي نظرا لهذه التكنولوجيا المستخدمه في تسجيل هذه البيانات